لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. إذا أردنا أن نقول يا رب ارحمنا مرة في السنوات السابقة، فيجب أن نقولها اليوم 100 لا بل 1000 مرة. نحن نعيش في عصر الخطيئة، عصر مأساوي، عصر الارتداد عن الله، نعيش في عصر الفساد الكبير وعدم الإيمان. لم يسبق للبشرية أن يشهد إلى الله مثل اليوم، ولم يرتكب الإنسان أبدا جرائم كما ارتكب جرائم في أيامنا هذه. لن تغرق الأرض بالفيضانات كما في أيام نوح، ولكن كما يقول القديس كوزما الإيطولي ستظهر طيور الشحرور، وهو يقصد هنا طائرات من السماء. فالطيارون من ارتفاع 1000 متر سوف يضغطون على أزرارهم الكهربائية ويلقون قنابلهم الذرية فتدمر الأرض. يا وليد الإله خلصي عالمك، أيها رب يسوع المسيح ارحمنا. سيادة المطران المغبوط وطيب الذكر أغسطينوس من كتاب ما الذي يخلصنا؟